فوائد قوم عند قوم مصائب، وصف أحد الشهود العيان لما بات يطلق عليه حادثة الزكاة التي راح ضحيتها 8 أشخاص بين الرجال والنساء والأطفال قضوا. كان ذلك في مقاطعة تفرق زينة حين قرر رجل أعمال تزكية أمواله، فانتشر الخبر بين الفقراء والمتسولين وذوي الخصاصة، فاستأجر الغرض ساحة خالية لتوزيع طهارة أمواله، فكان تدافع الآلاف في مساحة تبين ضيقها على ما رحبت، فتساقط القوم وحضر عزرائيل جنبا إلى جنب مع ميكائيل، فكان القضاء وكان القدر. جينا لزكي اليوم، قالوا أنهم عيط للناس نجيها، ومن بعد جاءت الناس جاءوا فتحوا الباب يدوروا الناس تدخل، قامت الناس دافئت وخلق قدر من التعجين وطاحت بعض من الناس وطاحوا لها، طاحوا منهم واحدين فيهم قشي توفوا وفيهم شي مجارح جبناهم للطب. حادثة الزكاة هزت العاصمة نواكشوط، فكان حضور وزير الداخلية ووزير الصحة والسلطات المحلية وعدد من التشكيلات الأمنية والحماية المدنية التي وصلت متأخرة لتنقذ ما بقي من الموقف المحتدم. فكان المسرح الثاني هو المستشفى الوطني الذي استقبل شهداء الأربعاء وعدد من جرحى الحادثة. ونساء 8 بالعين المجردة ما قيل هذه حادثة، عليات وسنات والجرحى عددهم كثير. مجي وزير الصحة والوالي والشرطة مازال يجيبوا الناس، اكتظت الساحة من الناس وعاد حقيقة فوضوية من الناس. أنا كنت موجود على حادثة الزكاة في نواكشوط يحمل فيها أهالي الضحايا المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية التي لم تؤمن المكان، وتتناصف معها ذات المسؤولية اللجنة المسؤولة عن تقسيم مال المزكي، فيما يحملون المسؤولية بشكل عام للسلطات الموريتانية التي على ما يبدو فشلت خططها في استيعاب وتأهيل آلاف المحتاجين والمتسولين عبر الشوارع. محمد الدد، الساحل تي في، نواكشوط. بدأت في نواكشوط أعمال ورشة حول مكافحة